بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، أهلا وسهلا بكم ورسالة جديدة مع برنامجنا كلام تخين في الدين. النهاردة رسالتنا بعنوان دعاميص الجنة. بتقول إيه؟ بقول دعاميص الجنة. إيه المصطلح ده؟ وإيه الكلمة دي؟ خلي بالك، لما إنسان ما بيموت ليه طفل صغير على طول، يعني وكأنه يقيم الدنيا، والطفل دوت يعني مات صغيرا ولم ينتفع بشبابه وهو طب بالراحة عليه. أنا عايزك تجيب لي آية في القرآن أو حديث صحيح يقول لي الولد اللي مات صغير ده مكانه فين في الجنة؟ هو ليه مكان محدد في الجنة؟ إحنا مثلا كل إنسان حسب عمله هيكون ثوابه في الجنة، إنما هندخل الجنة بإيه؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، إحنا هندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، مش هندخل بعملنا، وكمان هندخل بجواز. أنت عارف لما تتنقل من بلد لبلد لازم تصريح اللي هو جواز السفر. إحنا برضه هندخل الجنة بجواز، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة إلا بجواز. الجواز ده مكتوب في إيه؟ من الله إلى فلان ابن فلان: يا ملائكتي أدخلوا عبدي الجنة. طيب، إحنا بنتكلم عن الدعاميص، الأطفال الصغار اللي ماتوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، دولت بقى داخلين الجنة وليس لهم مكان محدد في الجنة. يعني ما لهمش مكان محدد في الجنة؟ كلمة دعاميص، مفرد دعاميص، معناها هو الذي ينتشر في أي مكان، لا يقال له أنت جيت ليه أو دخلت هنا إزاي. يعني زي ما بنقول كده بلغتنا معاه كارت إيه؟ كارت بلانش. أهو دوت الدعاميص، يستطيع أن يدخل ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان اللي إحنا ممكن ما نقدرش نوصل ليهم في الجنة. يبقى خلي بالك، دول اسمهم دعاميص الجنة. عايز أقولك حاجة كمان، تعرف إن اللي بيموت له ولد صغير، إن الولد ده بيبقى شفيع ليه يوم القيامة من إيد ربنا سبحانه وتعالى؟ في نص جميل قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا فيه، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يبعث الأطفال دول ويقول له أدخل الجنة، يقول له لن أدخلها حتى يدخلها أبي وأمي. تخيلوا، مرة واثنين وثلاثة، وبعدين ربنا يقول له خذ بيد أبيك وأمك وادخل الجنة. يبقى إحنا عاوزين لما يموت طفل صغير أولا نحمد الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يبلينا بيت الحمد في الجنة. رقم اثنين، علينا دايما إن إحنا ما نفصلش القدر عن مجري القدر. هو سيدنا إبراهيم عليه السلام لما مات ابن سيدنا النبي وكان عمره 16-17 شهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى نحمد ربنا ونرضى بهذا القدر، وفي نفس الوقت نشكر ربنا لأن الولد ده هيبقى شفيع ليا يوم القيامة من إيد ربنا سبحانه وتعالى. هم دول دعاميص الجنة اللي يقدروا يوصلوا لأي مكان ويقدروا يكونوا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي رسالتنا لكم النهاردة، وإلى رسالة قريبة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.